هذا المكان مصنف ضمن قائمة أكثر 100 موقع أثري معرض للزوال، فهذه الحجارة العتيقة قاومت قساوة الزمن والظروف المناخية والطبيعية لتسرد لنا قصة تعود ل5000 سنة. ضريح إمدغاسن لأحد الملوك النوميديين يقع على بعد 470 كيلومترا شرق العاصمة الجزائري، وبالضبط ببلدية بوميا غرب ولاية باتنا عاصمة الأوراس. إمدغسن اللي هو بالنطق المحلي باللغة الأمازيغية أو الشاوية إمادغ الثاني. نحن نريد أن نبرز هذا التاريخ القديم في هذه المنطقة، منطقة الأوراس، ونبرزه للعالم بأنه هذه المنطقة هي مهد الحضارة. بني الضريح الملكي بشكل مخروطي على قاعدة أسطوانية بقطر 59 مترا، ويرتكز على 60 عمودا بعلو 19 مترا. يضم 3 أبواب منقوشة على الحجر وغرفة جنائزية تعد مرقدا للموتى. رابح وصديقه جزائريان ينحدران من منطقة عيون الترك بولاية وهران غرب البلاد، هوايتهما استكشاف المعالم التاريخية، وبحكم عملهما في مجال الهندسة والبناء يؤكدان بأن ما وصله الأسلاف قبل قرون عديدة يصعب تكراره في يومنا هذا. كانوا قبلنا ب20 قرن وعرفوا كيفاه المدن تاعهم يطوروها ويخلوها في احسن للمواطن اللي كان عايش في هذاك الوقت. الضريح شيد بحجارة ضخمة مسقولة بدقة وعناية واتقان، حمل كتابات ورسومات ورموز ونقوش قديمة يجمع في هندسته بين العمارة الفرعونية والإغريقية. التحفة الفنية بهندستها العالية تعكس المستوى الحضاري والتطور الذي بلغه ملوك البربر. استعجب كيفاش هذو الناس هذو يعني وصلوا وحملوا هذه الحجارة هذه وقاموا يعني بهندسة معمارية عجيبة. ربما نحن الآن بوسائلنا يعني نعجز باش نقوم بهذه الأمور، يعني ما شاء الله يشرفنا. تشهيد صرح عملاق مماثل لا يكون إلا تخليدا لذكرى رجل عظيم، وهو الملك إمدغاسن الذي ترك بصمته في تلك الحقبة وخلده قومه ببناء أحد أضخم الأضرحة في العالم وأقدمها في شمال إفريقيا. قصة يدعو نجم المسلسل السوري الشهير باب الحارة إلى تجسيدها سينمائيا ودراميا. إمدغاسن يقارب الأسطورة لكنه غير أسطوري، هو شخص حقيقي وجد في مكان ما، تمكن من تشكيل قوة مجتمعية كبيرة جدا حوله حتى صار له هذا الضريح العظيم. نقوم بعمل تاريخي يجسد قيمة إمدغاسن. تواجدنا في هذا الصرح الأثري كان بالتزامن مع إحياء مدينة باتنا مهرجان إمدغاسن الدولي السينمائي، والذي كان بمثابة فرصة لنجوم الفن العربي لزيارة مكان يعود بهم إلى تاريخ مجيد عرفته المنطقة. وتتصاعد الدعوات في الجزائر وخارجها لحماية الكنز المادي العالمي. بليلة بلبلوكي وبالطيارة على الجزائر وصلوكي، وعلى ضريح إمدغاسن أخذوكي يا عزيز تبعد لكلمي، أخذنا على الضريح ورجانا الضريح ومعالم الضريح، الصحة والعافية وألف ليرة. كلمة فقط عن هذا التاريخ الموجود في الجزائر، أظن 5000 سنة هو تاريخ ضارب في عمق التاريخ العالم ككل، ماذا تقول؟ أقول بأنه الله يهنيكم، وهذا يشكل قوة بكل معانيها وبكل أطيافها للشعب الجزائري، وحافظوا على هذه القوة وانشروا هذه القوة. صنف ضريح إمدغاسن كتراث جزائري محفوظ سنة 1967، ثم كمعلم أثري ضمن قائمة الأضرحة الملكية على مستوى الجزائر منذ 2002. وعام 2012 وضع الصندوق العالمي للمعالم ضريح إمدغاسن ضمن لائحة أكثر 100 معلم أثري عرضة للخطر في العالم.
المكان يستحق التفاتة أكبر لنفض الغبار عن صفحات من التاريخ الشامخ للأمة الجزائرية المعروض في كتاب ومتحف مفتوح على الهواء الطلق. أنت وقت بتقول الجزائر لم تكن موجودة قبل وجود الفرنسيين، هذا كلام استعماري، هذا كلام فرنسي، هذا كلام يهودي، هذا كلام إسرائيلي. التاريخ لك عم بيقول لك أنه هن كانوا قبل نابليون لم يصل إلى هذه المرحلة. هذا التاريخ كان أخضر منهم وكان أهم منهم، وأجوا تعلموا منه وسرقوه وسرقوا معلوماته، وكثير من الوثائق ذهبت أدراج الرياح لنتيجة عوامل عديدة منها الجهل والأمية. لكن إحنا أما يبدو أننا لا نستحق تاريخنا التفكير في التعبير عنه في أعمال فنية سينمائية أو غير سينمائية. يعني إحنا لا نصرف على المعرفة كما يجب، كما يصرف أعدائنا إذا بدك. مراكز البحوث ومراكز الأبحاث التاريخية والعلمية والمعرفية في كل العالم يصرف عليها أكثر من نصف ميزانيات الدول. إحنا لا نصرف 5% من ميزانية دولنا على موضوع البحوث والمعرفة. الترويج لمثل هذه الوجهة والمعلم دور كل جزائري من عامة الشعب إلى السلطات، وصولا إلى الفنانين والإعلاميين ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي. احنا كشعب ومن المسؤولين انه نحافظوا على هذا التراث، لانه الى راح خلاص شغل هويتنا راهي تروح معاه. يعني يا ريت ينتبهوا لها شويه ويرموها. وكاين بزاف الناس للاسف الجزائر بالنسبه لهم تبقى يعني صوره سوداء، ما عندهمش تفاصيل عندها، ما عندهمش ثقافه كافيه عن وش فيها الجزائر من كل نواحي، ماشي فقط من الناحيه التاريخيه او فلذلك كان اغلب الناس يعني كانوا ينبهروا يقول لك هذه الجزائر ايه هذه الجزائر مش توال، وحنا ولاد بلادها ومازال ما شفناش كلش. في عمري 37 سنه ولا بحياتي جيت ليه، وش نهضر مقبل مع زميل انه كاين اماكن ما لازم لهم جوهم. جينا هكا في جروب، جو معنا فنانين من الخارج، حبينا نورو لهم تراثنا، حبينا نورو لهم فيما يخص تاريخ الجزائر. ما كاش اللي يقدر يشكك بالذات في تاريخ الجزائر. هذه هويتك انت. دوك اللي ما حبش يخدم هويته ونساها ولا تنساها ولا قصر، هو حر بنفسه. انا هذه هويتي، انا وكان عندي معلومات كبيره ونسكن قريب، كل ما يكون عندي الوقت نجي نقعد اي واحد يجي نفهمه. بعد قرار رفع التجميد عن مشروع الترميم الذي اعلنت عنه الحكومه باشراف مختصين جزائريين وبالتنسيق مع مؤسسات تابعه لوزاره الثقافه والفنون وصندوق التراث العالمي وجمعيه اصدقاء مدغاسن، رصدت السلطات الجزائرية مبلغاً يقدر ب 150 مليون دينار جزائري بالإضافة إلى 500,000 دولار أمريكي منحت ضمن اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يسرني أن أعلن عن انطلاق دراسة الخبرة لإعادة تأهيل معلم ضريح مدغاسن التاريخي أواخر شهر مايو بالتعاون مع صندوق التراث العالمي. المعلم الصامد في وجه تقلبات الزمن، بالرغم من أهميته التاريخية والفنية والهندسية والإنسانية، إلا أنه يواجه خطر الزوال، ويؤكد المؤرخون على وجود 10 أضرحة بربرية أخرى مدفونة في محيط الضريح لم يبق لها أي أثر اليوم بسبب العوامل الطبيعية التي محتها من الوجود. كريم قندولي، قناة الغد، ولاية باتنا، شرق الجزائر.